الطرف الآخر أوي. الطرف المتضرر أيوة. من هذا الأمر، وبالتأكيد زي ما كنت بقول لحضرتك في بداية الحوار بالتأكيد هيكون عندهم حلول للمشكلة. بينضم لي على التليفون المهندس بشرى الجرجاوي، واحد من صناع السياحة والخبير السياحي المصري. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك يا أهلا بحضرتك يا فندم. يعني احنا دلوقتي بنتكلم الحقيقة على موضوع مهم، ومعايا سيادة النائب دكتور محمد عبده عضو لجنة السياحة والطيران المدني. الموضوع ببساطة، ليه دول ما عندهاش الإمكانيات اللي موجودة عند مصر سياحيا، وفي نفس الوقت السياحة بتروح لها أضعاف 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 اللي بتيجي لمصر؟ الإجابة عند حضرتك يا أستاذ شريف. مفيش بلد في العالم تملك اللي تملكه مصر من الآثار ومن المناخ ومن النيل ومن حاجات كتير قوي قوي قوي. تمام. احنا المفروض وزارة السياحة عندها قسم تنشيط السياحة. المفروض البرزنتيشن اللي بيتعمل عن مصر بره، الناس بره ما عندناش اولا قنوات بتقول ان مصر هادية، ان مصر جميلة، ان مصر ترحاب، ان الناس عايشة في امان. كل ده مش موجود. نمرة اتنين، كل التركيز على السياحة الشاطئية، والسياحة الشاطئية في منها كتير جدا في دول كتير قوي. انما السياحة البيئية ورحلات السفاري وعيون المية والمنطقة الغربية والوادي الجديد والحاجات دي، اولا احنا ما بنتساعدش من الوزارة. احنا يعني انا شخصيا عندي مشكلة مش هقولها، احنا هنتكلم دلوقتي عن مصر عموما. مصر عموما ممكن الناس ما كانتش فاكرة ان السياحة دي هي الدخل الاساسي لمصر، اقوى من اي موارد. مصر احنا السياحه دي صناعه، احنا بنبيع هوا. احنا بنبيع حاجه ملهاش ماتيريال، ملهاش خامه. طيب يا باشمهندس، انا عايز حضرتك توجه رساله لسياده النائب، قول له انتوا بتطالبوا الحكومه بايه، وصلوا صوتكم، قول له المشكله فين في وزاره السياحه. يعني خليك صريح كده وقول لنا. سياده النائب، اولا برحب بيك وحضرتك منور قناة الحياة، ونأمل من ربنا ان تكون سند لقطاع السياحة اللي الناس فيها النهاردة اشتغلت في مهن كتيرة جدا ملهاش علاقة بالسياحة. والمفروض احنا الارضية بتاعت السياحة في مصر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله السياحة هتبقى كويسة جدا، بس لازم عقبال السياحة دي ما تشتغل كويس قوي، لازم الارضية بتاعت مصر تكون مستعدة، قرى وفنادق ومرشدين تكون مستعدة ان هي تستقبل الناس دي، ما نكونش نفسيا خلاص اتحطمنا. انا عامل مشروع، مش هقول طبعا اسمه فين، انما المشروع بتاعي في المنطقة الغربية. المنطقة الغربية دي سياحة بيئية، الناس بتجيلها من كل العالم، كان بيجينا ناس ألمان وطلاينا وفرنسوين. بتجدوا دعم بقى من الحكومة ومن الوزارة وكده ولا مفيش دعم ليه؟ الوزارة لغاية النهاردة لسه ما تعرفش، وزارة السياحة لغاية النهاردة لسه ما تعرفش يعني ايه سياحة بيئية، ما تعرفش، ما عندهاش شروط للسياحة البيئية. الشروط اللي بتطبق عليك زي اللي بتطبق لا على الموضوع ده بقى مضطر ان احنا لازم يعني نشرف بلقاء حضرتك ومع سيادة النائب، ولازم نفتحه باستفاضة بالضبط. كيف تتعامل اسبوع يعني القادم، استأذنكم اذا كان وقتكم يسمح، اولا علشان نفجر القضية بتاعت الفساد بتاعت الطيران، وكمان علشان نسمع يمكن نطلع بقضية فساد تانية بالضبط.